يا هلا ورحب بشمت هوانا من المملكة العربية السعودية وبالتحديد الرياض وموسم الرياض. احنا اليوم موجودين بالبوليفارد وورد، مكان ياخذ العقل بعشر دول، كل دولة تعطي الثقافة اللي عندها. خليكم معنا، ودنا ناخذكم بجولة وانتوا تقولون شو رايكم. خليكم معنا. شايفينك حلمنا بعيوننا، حافرين اسمك بوسط قلوبنا، حظ عين الحر هايم في سماك، ولا نزل على الأرض، أرضك موطنا، أرضك موطنا، أرضك موطنا. إذا بدنا نسولف عن البوليفارد وورد، البنى أخذ وقت قياسي، والحلو بالموضوع إنه يهتموا بأدق التفاصيل، يعني كله على التكة زي ما يقولوها. شوفوا هالمعلومات. عاشقينك عاشقينك، يعني إذا ودنا نقول الفكرة من البوليفارد وورد يجمع عشر دول، يعني ما في داعي تسافر للعشر دول، العشر دول موفرة بمكان واحد وكل شيء متوفر هان. خليكم معنا. وجمال من خيال وعاشقين. طبعا اللي يميز هذه المناطق انه مثلا خلينا نقول احنا هسه موجودين بالقرية الفرنسية، القرية الفرنسية كل العاملين بيها والأكل المقدم والمشاريب المقدمة سواء باردة أو سخنة صناعة فرنسية والأيدي العاملة الفرنسية، فالأمور تجي عالتكة. خليكم معنا، خلينا نكمل جولتنا. تمرة من نجد وفنجال قهوة ومع دخون العود. طبعا وصلنا لمنطقة الاريا 15، هذه المنطقة فيها لعبة رمي الفؤوس. لعبة رمي الفؤوس لعبة أمريكية، فالشباب أعطونا شوية تعليمات، لازم تكون رجلك قدام وإيدك مادها ويدها شوية قوة. تمام، بسم الله، أوه زبطت. يلا بدنا نكمل نمشي. عاشقينا عاشقينا. هذه منطقة أفنجرز بتشوفوا بيها كل الأعمار. يا وطننا وانت، يا وطننا وانت بهجة في الحياة وعاشقينك. وصلنا منطقة المكسيك، ودي أرجع وأقول كل منطقة فيها إبداع على طبيعته، يعني تقول جايين المنطقة نفسها مثلاً فرنسا، جايبين منطقة فرنسا وحاطينها بالرياض وموسم الرياض. خليكم معنا لسه مكملين الجولة. كل خير كان من أرضك كريم، وكان بير الخير راعي الأولى، راعي الأولى، راعي الأولى، وعاشقينك بالرياض اللي لنا الحضن الكبير، وعاشقينك جسر شرقية. ووصلنا إنديا الهند، يعني نرجع ونكرر ونقول اللي يميز كل منطقة أهلها الموجودين بيها. الهند كل الموظفين اللي بيها من الهند، ودنا نشوف ونفوت ونفرجيكو مع بعض شو في موجود جوا. سمعين الصوت، حتى الميوزك الخاصة بيهم. زمانا خلاب خير، زمانا خلاب.
طبعا هذه اكبر كره مضيئه بالعالم. شوفوا الجمال، شوفوا الالوان والابداع. عاشقينك من دف الصحراء الى عالي الجبال، وعاشقينك من وجوه الطيب للنخيل الظلال. هذا المكان اللي احنا فيه بمنطقه اليونان، الموقع بالذات اللي احنا واقفين فيه يسموه المذبح، نفس المكان اللي صارت فيه مذبحة وحرب طروادة. خليكم معنا، ودنا ناخذكم جولة كمان سريعة. وانت اجمل ارض، وانت اجمل ارض، اجمل من خيال، وعاشقينك. ضمن جولتنا وصلنا لمنطقة اليابان، عقولة النشامة اللي موجودين معي بيها تفاصيل مرة جميلة. تعالوا. في بيت طين عن غلا التاريخ وأهل الأولين، تمرة من نجد وفنجال قهوة، ومع دخون العود ياخذنا الحنين، ياخذنا الحنين، وياخذنا الحنين. هذه المنطقة مستوحاة من منطقة شيبويا في طوكيو. شوفوا، شوفوا التفاصيل والجمال، يعني لدو لدو لدو. عاشقينك من سهر جدة وبحرها في مساء، عاشقينك، عاشقينك، شبت غضب، هذا مجسم جليندايزر طوله وارتفاعه 20 متر، يعتبر من أكبر المجسمات الموجودة بالعالم. يا وطننا وانت بهجة في الحياة، وعاشقينك. طبعا يا اخوان هذه دبابه حقيقيه، احنا موجودين عند كومبات فيليج داخل المنطقه اللي احنا شايفينها، ودنا نشوف تجارب للذخائر وللمعارك. انا لسه ما شفت وما شفت، هسه ودنا نفوت ونشوف مع بعضنا. يلا خلينا نكمل الجوله. شايفينك مجد، جينا نكملها من شواطئ يوم لانوار العلا، كل خير كان من أرضك كريم، وكان بير الخير راعي الأولى، راعي الأولى، راعي الأولى، وعاشقينك بالرياض اللي لنا الحضن الكبير، وعاشقينك جسر شرقي حياك الله. حي ودوم. عندنا اللعبة هذه اسمها كومبات رايت، أخذنا الكونسبت حقها من فيلم ديث ريس اللي هو سباق الموت، مساجين يلعبون في سباق اللي يفوز فيه يطلع من السجن. فعندنا التجربة على ثلاث أجزاء، يكون الجزء الأول داخل الباص، يكون فيه تحضير المساجين، يكون فيه شرح للعبة، بعدها ننزلهم كلهم على الميدان. يلا. الميدان عندنا إيش؟ ست سيارات، كل سيارة فيها ثلاث أشخاص يكونون تيم مع بعض، والسائق يكون من طرفنا لسلامة الجميع. يكون في مسافة واحدة بين السيارات كلها، تحرك بنفس الوقت. ابدعته ابدعته ولا اروع ولا اروع. اخر مرحله السجن عندي، في عندي مرحله السجن، لا يلا هسه نحضر في اكثر معاه، بس ضيالي يكون معي تيم، يكون عندي عدد شفته. يلا في اخر مرحله بالسجن نمشي نمشي. يلا
شايفين قصتنا في بيت طين عن غرب تاريخ واهل الاولين تمرة من نجد وفنجالك هوا ومع دخون العود ياخذنا الحنين ياخذنا الحنين وياخذنا الحنين عاشقينك من اجواء ولا اروع فعلا تعيش بقمه الاثاره. بدنا ناخذ صوره يلا يلا صوره ضمن جولتنا. وصلنا المنطقة الجميلة المغرب، راح نفوت ونشوف الجمال وما في ناس منا ما يعرف شو هي المغرب. تعالوا معنا يلا. يا وطننا وانت يا وطننا وانت بهجة في الحياة وعاشقينا أجواء مغربية بحتة. مجد جينا نكملا من شواطئ يوم لانوار العلا كل خير كان. مكملين جولتنا من المغرب لايطاليا، بدنا ناخذ جوله بايطاليا وبعدين اخر جوله هي الصين، بدنا نروح على الصين. خليكم راعي الاولى وعاشقينك بالرياض اللي لنا الحضن الكبير وعاشقينك جسر شرقية إلى سودة عسير وعاشقينك آخر موقع الصين بالبوليفارد. يعني فعلا موسم الرياض 2022 فعلا فوق الخيال. أشكر المنظمين على هالعمل الرائع وأنصحكم أنكم تجوا نشوفكم على خير وسلامة، ونقول مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي بأمان الله.